رح نروح لفقرتنا أيضا عن الطفل، وموضوع فقرتنا لليوم وهو عن تعلم الطفل لغة ثانية. كثير من الجدل حول هذا الموضوع، البعض يجدون أنه تعلم الطفل وهو صغير للغة ثانية موضوع جدلي وصعب، لأنه ممكن يشتت الطفل عن لغة الأم أو يخليه مقصر فيها، والبعض الآخر وجد بأنه التعلم من الصغر هو فرصة كبيرة جدا لحتى يكتسب الطفل مهارات اللغة الثانية وحتى ممكن لغة ثالثة. صحيح سلمى، وحسم الباحثون الجدل اللي صار بأنه تعلم الطفل لغة ثانية بوقت مبكر مو مفيد بس لتعلمه اللغة، بنمي مهاراته وقدراته المعرفية والإدراكية. فكيف ممكن أنه ننمي هالمهارات، وكيف ممكن أنه نعلم الطفل لغة ثانية؟ كل هالأمور رح نحكي عنها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، ضيفتنا رهف تسابحجي، استشارية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذة رهف. خلينا نبلش بالعموم، دائما كتير بيصير في جدل عن هذا الموضوع تبع اللغة الثانية وإمتى الوقت المناسب. برأي حضرتك علميا اليوم إمتى الوقت المناسب أنا أقدر أعلم طفلي لغة ثانية من دون ما أدخل بجدل إنه يتشوش أو ما يتشوش؟ هلا برأيك كم لغة ممكن الطفل يتعلم بوقت واحد؟ هلا اذا كان في طريقه سليمه ما بعرف، بس انا بعرف في اطفال معهم 4 أو 5 لغات، وفي ناس صحيح. بس تكبر بتصير معها 10 لغات وما صحيح. اكثر ممكن. ولكن تمام. طريقه التعلم هي اللي يمكن الفيصل والوقت. مزبوط، طريقه التعلم. هلا الاطفال عندها قدرات انه هي تتعلم فوق 3 لغات او 4 لغات بوقت واحد بدون ما تتشوش. نحن لغة واحدة عم نحن لغة واحدة، اللغة العربية لغة الأم، عم يتشوش فيها الأعراب لهلا عنا مشكلة فيه. هي الطريقة كيف عم تنعطى هي اللغة. هلا لما الطفل نبلش معه حتى بلغتين، يعني على الأقل اللغة الأم تمام، يلي هنا نحن عنا اللغة العربية، طبعا كتير مهم إنه نحن نحافظ عليها وتكون هي الأساس، وطبعا اللغة الثانية اللي هي بدها تكون تكملة، خلينا نقول هي اللغة الإنجليزية تمام غالباً أو الفرنسية. فرنسي إنجليزي، لكن الإنجليزية عم تكون يعني المتعارف عليها أكثر، وإنه هي ممكن الواحد يستخدمها بأي بلد، بأي بلد. فلذلك إنه لما بده يتعلم لغة ثانية كثير مهم الطرق. أول شيء كيف الأهل يحببوه فيها تمام. أوقات الأهل هن لهم دور، إذا الأهل ما كثير راغبين باللغة أو هن عندهم مشكلة فيها. وإذا الأم ما بتحب اللغة مثلا، أنا بعرف أمهات إنه هي ما بتحب الإنجليزي، الأولاد كلهم عندها 5 أولاد كلهم نفس السيناريو ما بيحبوا الإنجليزي وعندهم مشكلة فيها. كثير الولد بيتأثر بالشغلات يلي من اهتمامات أمه تماما، كثير يعني إن كان بالأكل وإن كان بالدراسة وإن كان بطريقة التفكير. لذلك كثير مهم الأهل إنه هن بدهم يثقفوا حالهم بالبداية، دائما بدهم يشتغلوا على حالهم، يشتغلوا على مهاراتهم، يتعلموا، ما تضل خلص إنه يلا تزوجنا وصار عنا أولاد إنه خلصنا، لا كثير بدها تطور من مهاراتها. هلا إذا بدنا نبلش باللغة مثلا اللغة الإنجليزية، طفل بعمر صغير طيب شلون بدها تعلمه؟ فأوقات كتير ما نبلش بالشغلات بالألعاب، ألعاب تفاعلية أهم نقطة. بأي الولد عمر هذا؟ هلأ ممكن حتى قبل السنة، يعني أول ما الولد ببلش بيمسك شيء ممكن أوقات نعطيه فيه مثل ستوريز أو قصص ممكن تكون قماش، فبصير الولد ببلش بيجمع. هلأ الطفل لسه أول شيء ما عنده إدراك، لكن خلينا نقول اللاوعي تبعه هو واسع وبيغب، يعني حتى على مستوى إذا الأم عم تحكي شيء هو الولد صغير ما له منتبه وضل تكرر مثلا عدة كلمات وعدة قصص، أو عم تحكي مع جارتها أو على التليفون، تلاقيه بعد فترة صار يحكي بنفس الأسلوب أو أوقات بردد الكلمات اللي هي عم تحكيهم. حتى للأسف إذا واحد بيسب تلاقي الولد صغير من عصغر بيأخذ هاي الكلمات بيحفظها. فلذلك كتير الأم والأهل حتى الأب كمان ينتبهوا كتير شو عم يحكوا قدام أولادهم، حتى لو عم يحكوا مع بعض، حتى لو كان طفل يعني عمره سنة فعم يغب عم يغب. فنحن دائما الطفل الصغير منبلش معه بالقصص، الشغلات يلي فيها لمس، ممكن مثلا أول ما ببلش بده يحكي فمنبلش
نعطيه بعض الكلمات بعض المفردات. هلا اوقات بنلاحظ انه مثلا يلي عندهم الاهل مثلا انجليزي تبعهم قويه ممكن تبلش تحاكي بالانجليزي مثلا انه جيب لي الكاسه هات هذا ستاند اب سيت داون هدول القصص فبلش شوي شوي بلش بيعتاد عليهم. بس يكبر شوي اوقات بنبلش مثلا بالبطاقات تبع مثلا مثل صوره البطه داك كات كذا بلش فيهم. طبعا ما منبلش بالاحرف بيكون بيستعطوا قبل المدرسه بلش بكلمات مفردات. يعني هلا احنا لما نعلم عربي لطفل ما منبلش بنعلمه الف باء تاء امتى بنعلمه اياهم بس يفوت على المدرسه مشان يتعلم صحيح. الكتابه والقراءه. لكن بالبدايه منبلش اول ما ببلش الحكي بنعلم الشغلات الحياتيه. بنفس الشيء منبلش ممكن الام دائما تخصص وقت للغه. يعني ممكن بلش تقرأ له قصص يجيبوا قصص يقروها قصص كتير بسيطة. كل ما الولد بلش يتعود على اللغة فبصير مألوفة بالنسبة له. ممكن أوقات يتفرج مثلا على أفلام كرتون تكون بالإنجليزي ما تكون مترجمة أو مدبلجة. كتير مهم طبعا ده يكون في انتقاء لها بشكل صحيح. أكيد الأم ما بتتركه والله على التلفزيون أو على اليوتيوب يشوف أي شيء ليكون أول شيء هي شايفة عرفانة شو اللي عم يشوفه. بعدين يكون في حسب معايير معينة حسب القيم تبعنا حسب المجتمع حسب الأخلاق تبعنا بعدين ممكن تقدم له ياهن. فهون بقى ببلش بقى بفوت بالمود بلش سمع سمع سمع. نحن بدنا نوصل الطفل لما ببلش يكبر يحكي إنجليزي ما يترجم يفكر إنجليزي يفكر بهي اللغة اللي هو عم يتعلمها. مثل نحن لما بنحكي عربي ما بترجم من لغة تانية صح؟ خلص اوتوماتيكلي بنحكيها. فدائما لما بدنا نعلم بدنا نعلمه انه انت كيف تفكر بهي اللغه لما تحكي الجمله وليس ترجمه. وهون بقى كمان دور المدرسه. هلا اوقات كثير بتلاقي الطلاب وصلت للبكالوريا وهي حفظوني الكلمات ترجمه ابسط المفردات هي شو معناتها. يعني لما بده يتعلم لغه بده يعتبر حاله انه هو مثل لما راح على بلد اجنبي مثلا طلع على امريكا كيف ما حيترجموا له بالمدرسه. لكن ممكن بالبدايات يبسطوا الكلمه دائما نعتمد على تبسيط هاي الكلمه تبسيط الجمله. فهذا الشيء بخلي انه الطفل انه هو يبلش شوي شوي يتالف مع هاي اللغه ويتعلمها ويكون يعني يكون يحبها. اهم نقطه انه يحبها لانه متى ما حبها خلص استمر فيها. خلينا نحكي عن أهمية هاي اللغة. قديش بيكسب مهارات بشكل إيجابي الطفل؟ كتير من الأهالي بيروحوا لفكرة أنه خلص يعني اللغة العربية هي الأساس وممكن بس بمراحل المدرسة أنه يتعلمها مثل ما ذكرت أنه يلا خلص أنه لأنجح بالمادة وخلص. ما بيدركوا قديش إلى أهمية تعليم اللغة وخصوصا من صغار. هلأ سوق العمل يتطلب دائما يكون الشخص معه لغه ثانيه وخاصه هلا عم يتطلب الانجليزي. اذا سافر اذا راح لاي مكان حتى باي عمل اول شيء بيقولوا له شو مهاراتك بالانجليزي. تمام. فاذا ما كان عنده هي المهارات ان كان كتابه وقراءه وتفكير وطلاقه وحكي فببلشوا بقى لا بدوروا على الاشخاص يلي عندها مهاره بهيدا الشيء اكثر. كثير مهم دائما الاهل يتفكر انه هذا تعليم اللغه الاخرى هي مو بس لفتره مؤقته. هذا الشيء خلص مستمر. وشغله ثانيه لما دائما بنعلمه للطفل اللغه الاخرى الخلايا العصبيه عنده بصير بتتنشط اكثر بصير عنده قدرته على تقبل لغات اخرى تقبل مهارات اخرى دراسه حتى بتصير عنده خلينا نقول بتتفتح مناطق الادراك عنده بشكل اوسع. فهيدا كثير مهم انه دائما الاهل تفكر نحن ما عم نحكي بس على مستوى لغه نحن عم نحكي على مستوى حياه مستقبل على مستوى طريقه تفكيره. فحتى طريقه تفكيره بتختلف. يعني مثلا حتى بصير لما بده يناقش موضوع معين اوقات تلاقي الشخص اللي عنده ثقافه تمام ان كان مثلا ثقافه باي لغه ثانيه تلاقيه ممكن انه يكون عنده يبلش يستخدم هالالفاظ. صحيح. هلا غير انه يستخدم الالفاظ نحن كمان مهم نركز ونحن ما نستخدمها للفزلكه. يعني هلا اوقات كثير في اشخاص مثلا شوي هيك بتلحش لك كلمه بالانجليزي يعني انه مشان ارجي حالنا انه احنا واو يعني كثير مثقفين وبنحكي انجليزي. او عم يصير مثلا بعض الطلاب عم يكونوا مثلا مدارس خاصه عم يكون في
لغة إنجليزي مثلا بشكل موسع أكثر، عم ياخذوا مثلا ماث وساينس اللي هن في مثلا العلوم والرياضيات والإنجليزي والهدول، فمصير فيهم آخر شيء مثلا تلاقيهم ماشيين بالطريق وعم يحكوا مع بعض بالإنجليزي. طب بس في فكرة بدي لك يا أستاذة رهف، هلا أنت انتقدتي هذا الشيء، ونحن بالعموم هذا عنا دائما ينال انتقاد بين الناس، لأنه نحن ما لنا متعودين انه صحيح. اطفالنا او شبابنا او حتى لما بنكون ماشيين بالسوق وبنسمع اثنين عم يحكوا بلغه اجنبيه بنتمسخر عليهم انه شو عم يفرجونا حالهم مثقفين، علما انه برا باي بلد حتى بلد عربي اخر اللي بيكون معه لغه ثانيه طبيعي انه يستخدم مفردات صح. لانه هو متعود عليها. هي النظره السلبيه اللي خلت الناس ما تتجه لانه تصير اللغه الاخرى هي ممارسه، وبالتالي انا بتقنها اكثر بقدر اتعامل فيها اكثر، وهي الشغله عم نشوفها في كثير عنا ناس ناجحين وعندهم علاماتهم توب بكل اللغات، ولكن ما بيقدروا يعملوا محادثه صح. محادثتهم خاطئه. لهلا في عنا كثير ناس ما بتفرق بين البي والبي وبيتمسخروا عليهم برا احيانا. ليش؟ لانه نحن ما مارسنا هذا الشيء بحياتنا الطبيعيه. يعني احد الامهات شفت بالسوق عم تتعامل مع طفلها الصغير باللغة الأجنبية، الكل صار يضحك عليها، هي عم تحاول تقول له انه هي اسمها هيك وهي اسمها هيك لحتى تقوي اللغة عنده، عم يتمسخروا عليها. طب هي كمان نظرة خاطئة، نحن ما لازم نعتبرها بهالطريقة. هلا احنا مشان هيك الشخص هو بده يعرف وين الأماكن اللي هو يستخدمها وكيف يستخدمها بطريقة صح، لذلك نحن كثير مهم انه لما بنعلم اولادنا نعلمه انت وين فيك تستخدمها هي اللغة وتعمل براكتس وتتدرب عليها، وين لا انه هذا المكان مثلا بتكون بمكان يعني شعبي مثلا ما كثير بيتقبلوا هذا الموضوع، فنحن بدنا نراعي الثقافه. فهي نقطه كثير مهمه. هلا نحن في عندنا مشكله انه مثلا لما بتروحي لبرا فرضا بتروحي على الخليج ما تحكوا عربي، حسي حالك بدوله يعني والله نحن بدوله عربيه يا لانه تعليمهم اغلبه هو باللغه الانجليزيه، صار كله باللغه الانجليزيه، الرياضيات الفيزياء الكيمياء مثل ما حضرتك قلتي هي كله بيتعلموه. في جامعات برا بتعلم حتى مثل الصيدله والطب باللغه الاجنبيه إنجليزي. يعني ما انا بالعربي مزبوط. هلا نحن كمان في عندنا مشكله انه في بعض الجامعات كانت انه باللغه الانجليزيه عندنا، بس المشكله انه المنهاج انجليزي والاستاذ عم يحكي عربي. طب هون في تناقض، اخر شيء الطالب بده يحفظهم بالانجليزي وبده يقدم فيهم امتحان، حتى هاي معضله لطلاب الجامعات. طبعاً حتى بيعانوا من مواد الانجليزي، يعني بيوصلوا لمرحله الجامعه وهن عندهم صعوبه، يعني انا بس بدي احفظ بصم لحتى اقدم هالماده وخلص. وهذا الشيء اللي عم يصير ان كان بالانجليزي وان كان بالفرنسي، فهو ما عم يتعلم اللغه بالشكل الصحيح، لذلك كثير مهم الاهل تهتم بهذا الموضوع، يحطوهم مثلا دورات نتابع فيهم، نمشي بسلاسل معينه، ندور مثلا على المراكز اللي فيها مثلا اهتمام اكثر، الاساتذه يكون عندها مثلا الاكسن اللهجه، الدرس الانجليزي يفترض حتى بالمدارس ما يكون فيه ولا كلمه عربي ابدا. بس ما بيكون فيها صعوبة بالعكس بتعلم. لما منبلش فيها هلا مثلا ليش في طلاب بعض المدارس خلص انه بيدرسوها بالانجليزي، مثلا عندهم الدرس الانجليزي خلص الان ما بتحكي ولا كلمه عربي نهائيا، انت بدك تفهم بصير بيعتاد. اما اللي دائما عم يستنى انه يلا انا حاخذها هلا بترجمها هلا كذا، ما عاد يعني ما بتعود عنده اياها هي المهاره، بصير عنده تبع انه نحن بس كرمال ناخذ العلامه، وهذا الشيء بتلاقي طلاب بكالوريا تمام خلصت وما بتعرف يعني معلش الخمسه متطمصه تمام، الاي من البي ومثل ما قلتي البي من البي وامتى بنقول بيقولوا لي اش حباتي هدول اتش اتش انجليزي انجليزي معلش نركز صح. فتلاقيهم كثير انه ضايعين بس نحفظ كلمات نحفظ كلمات، نحن ما بنحفظ كلمات بنترجم دائما. مثلا بيجوا الطلاب تبع البكالوريا انا مالي منيح بالانجليزي لانه قالوا لي بدك تحفظ كلمات، لا ما بدك تحفظ كلمات، انت بتاخذها من معنى الجمله بتفهم، لكن هي مثل ما بقولوا الممارسه البراكتس. دائما لما الاهل يهتموا بهذا الموضوع ويفكروا بطريقه صح، ونعرف طبعا نحن لغتنا الام لازم نحافظ عليها طبعاً. هذا شيء يعني مفروغ منه، ما انه لا نساوي شيء على حساب شيء. هلا طبعا من اجت فترات من عده سنوات حتى المدارس الخاصه قلبوا كل شيء انجليزي، فوزاره التربيه اجت يعطيها العافيه انه لا عندنا المنهاج العربي بتدرسوه بدكم اسرائي ممكن تعطوه الانجليش، هاي شغله كثير منيحه، اكيد ممكن يكون في تقل على الطالب لكن بيتعلمها.
نقطة ثانية، حتى اللغة الإنجليزية، خلينا نحكي على الإنجليزي لأنه أسهل اللغات من وجهة نظري يعني. فلما الطالب ممكن بس يخلص، يعني كثير من الأشخاص بتسافر لبرا وهي لسه ما عندها لغوية وبتمشي بعدين. ليش؟ لأنه تعلمها كمان سهل. فممكن كمان أنه دائما نعملها مثلا إذا ما حطيناها بمدرسة فيها إنجليزي، نعمل دائما مثلا في كورسات مشان يضل متابع، ممكن بس يخلص ياخذ كمان كورسات اعلى ويضل مستمر. لانه الشيء وخاصه اللغه لما if you don't use it you lose it. شو يعني؟ يعني اذا انت ما بتستخدمها حتخسرها. صح، هذا كثير فكره لازم الكل ينتبه لها. لما نتركها لفتره خلص نحن بتنتسى. اوقات كثير في اشخاص تلاقيهم جايين من برا ومن امريكا بس ما عاد حكوا ولا عاد مارسوا اللغه، فتلاقيهم بلشوا تنتسى. فدائما نقول راجعوا اعملوا يعني. حتى اوكي انت مثلا جاي من برا، معلش مثلا يا اما درسها يا عطيها يا راجع يا اقرا يا احكي يا اسمع الافلام مثلا. اذا حدا بيحب يتفرج على افلام يعني يتفرج عليهم بدون ما يطلع على الترجمه. اوقات في شيء اسمه كلوز كابشن اللي هي الشيء اللي بينحكى مثلا بالانجليزي بيحطوه كتابه. فيحاول كثير يركز على هذا الموضوع انه يقراهم، يحاول يتابع يسمع ويقراها. هذا الشيء كثير بيساعده. لكن اهم نقطه انه بده يوصل الشخص لمرحله انه هو لما بده يحكي انجليزي ما بيفكر انه انا بدي ترجم من العربي للانجليزي. هون بيكون بلش اكتسب المهاره بشكل جيد. اكيد كثير مهمه اللغات بحياتنا وبمجالنا المهني. وبدنا نتشكر حضورك معنا ونتشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله كل اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا كيف يتعاملوا مع الاطفال بتعليم اللغه من المراحل المبكره. شكرا لك استاذ رهف لك المعلومات اللي قدمتي لنا.